علمني بذات السقوط ومراقب بذات الضباب والسطور. الصلاة والسلام على أنصح المخلوق للبشرية وأرحم بالبرية. هل يرضى الإبن
إلى رماد، فهذا موات، موات حقيقي في داخل الإنسان، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامه قبل القبور قبور، فأجسامه قبل القبور قبور، وأرواحه في وحشة من جسومهم، فليس له حتى النشور نشور. في الجهل قبل الموت موت، فهناك أجسام هي عبارة عن قبور متحركة، بداخلها همة ميتة، وروح ميتة، وضمير ميت، وكائن داخل ميت، فأي قيمة بمثل هذا الشخص الذي بداخله مواد ولم يبق فيه إلا جسم متحرك؟ فليس فرق بينه وبين الحرير أكرمكم الله، ولا بين الكلاب. ومن ثم قال ربي جل جلاله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال ربي جل جلاله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لث أو اضطره لث. من هذا؟ هذا ذلك العالم الذي مات ضميره. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه لث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي. هذا السبب الأول، موت الهمة. والسبب الثاني، خروج الضمير من الرقيب حسيب جل جلاله. خلو الضمير، خلو الروح، خلو القلب، خلو المشاعر، خلو الأحاسيس من رقيب حسيب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله، سبحان الله، عندما يأخذ الطالب القلم ليغش لقد نسي الله، نسي الله الذي يثبت القلوب ويلهم. ليس ضميرك هو الذي يملي عليك ما تكتب، وإنما أنت سبب، وما عندك إنما هي أسباب، أسباب محصورة فيك، لكن المعلم العليم الخبير الذي يلهم هو الله. فكيف تنساه في هذه اللحظة ثم تتمنى أن تلهم الصواب؟ هذا مستحيل في سنن الله، مستحيل في سنن الله تبارك وتعالى أن تنسى الله ثم يكون معك. نسوا الله زين، فأنساهم أنفسهم، مش بنسيهم، لا، فأنساهم أنفسهم حتى أن لضميرك ينسيك إياه. الشيء اللي عندك هنا اللي بغيت تكتبوه، ولا الذي تفكر فيه بأن تغش، ينسيك الله إياه. لأن في آية فأنساهم أنفسهم، في آية فنسيهم، فنسيهم هناك في يوم القيامة. هناك أنساك عيوب نفسك، أنساك مثالب نفسك، أنساك ما تريد أن ترفع به خسيستك، أنساك ما تريد أن ترفع به خسيستك. فلا يزيدك الغش إلا خسة ووطاعة وتسفلا وهبوطا. ذلك لأن ربي قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. هل يستطيع أحد أن يكرمك ويعزك ويرفع من قيمتك؟ وقد تخلى الله عنك، حين يتخلى الله عن عبد من عباده، أيظن هذا العبد أنه سيحصل مقصوده؟ أبدا، لن يكون. وقد يتخيل إليه في أول أمره أنه قد خطى خطوة إلى الأمام، ولكن نسي أن يخونه القدر فيرجع بخطوات
أن الله مطلع على السرائر في تلك اللحظة، ثم من أسباب ذلك إيحاء الشيطان، ولمة الشيطان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ورد عنه تحسينا وقيل تصحيحا: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فوعد بالحق وتصديق، لمة الملك يلم بضميرك، ينزل بضميرك ليثبتك. وهذا سيأتينا في ماذا؟ سيأتينا في العلاج. وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فوعد بالشر وتكذيب بالحق. إن الشيطان هو الذي ينزل عند الغش، والملك يبتعد. الملك لا يقترب منا إلا عندما نكون في حالة مرضية يحبها الله، فهنا يبادر الملك إلى ضميرك ليثبتك ويلهمك. بهذه المهمة التي فيها توجيهان: التوجيه الأول وعد بالخير، والتوجيه الثاني تصديق بالحق. توجيهان في الحياة كلها. التوجيه الأول هو الثبات على الحق وطمأنينة في القلب للحق الذي يتنزل على القلب ضوء وسلام. ثم التوجيه الثاني وهو وعد بالخير، تفتح أمامك الآفاق، فلا حزن ولا هم ولا غم، لأن يتراكم على القلوب من أجل أن تغيم على القلوب وتظلم على القلوب حتى ينسى الإنسان ما عنده من أفكار. الشيطان هو الذي يأتي ليملع القلب بالوساوس، أنني لا أنجح، فيملأ القلب باليأس، وحينئذ سيظلم القلب. وإذا ظلم القلب بظلمات هذا الإيحاء الإبليسي ضاع النور، إشراق فلا ضياء للمعلومات، لأنه كيش إشراق؟ إشراق عند الملك، إظلام أو الظلام عند إبليس. السبب الرابع يأس، لأن اليأس يجعل القلب مضطربا والعقل متأرجحا، فلا معلومات تكون مرتبة. قد يكون الإنسان مرتب معلومات، ولكن عندما يكون معتمدا على الغش يضطرب كل شيء يضطرب في ذهنه. لماذا؟ لأن هدفه الأساسي هو الحصول على الشهادة، وهو إذا في يأس. لا، سأحصل عليها، فيمتلئ قلبه باليأس، ويزيد الشيطان في يأسه حتى يؤزه عزا ويدفعه دفع للغش.
بسلام. إذا اليأس من الأسباب التي تجعل الطالب يدفع إلى الغش نفعاً، وذلك لأنه ليس عنده آمال، ليس قلبه مفتوحاً على المستقبل، لأنه ليس له صلة بالله الذي يحقق الآمال، لأنه لا يحقق الآمال إلا الله جل جلاله. ولذلك قال ربي حكاية على لسان نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله القوم. أما أبناء المساكين الذين ليس عندهم هذه الآمال، ماذا قالوا؟ لا تفتعوا تفتعوا، قالوا تالله تفتعوا تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون للهالكين. قال: إنما أشكو بثقلي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرين. إذ اليأس يدفع الطالب للغش، لأنه عنده مستقبل مظلم، ليس عنده مستقبل مشرق يهدف إليه ويهدف إليه ويتسابق إليه ويجعله رهينا بين يديه، ويوقن إيقانا بأن الله سيوفقه ليصل إليه. ليس عنده هذا اليقين فهو مملوء بالشكوك والأوهام، وعندما يمتلك القلب بالشكوك والأوهام فصاحب هذا القلب ييأس، ويؤدي به اليأس إلى الغش، ويؤدي به اليأس إلى الانقطاع حتى عن الدراسة. فإذا هذه مجموعة من الأسباب اقتصرت عليها لضيق الوقت لأخلص إلى ماذا؟ إلى مخاطر. والنقطة الثانية مخاطر الغش. مخاطر الغش منها مخاطر تعود على ذات الشخص نفسه، ومخاطر ومفاسد تعود على المجتمع. المخاطر التي تعود على الشخص نفسه، أول هذه المخاطر هي أنه أي متعاطي الغش، المتعاطي الغش سيمرض مرضا فكريا، سيمرض مرضا فكريا عقليا، وستتكون في عقله وضميره علة يصعب عليه مستقبلا أن يقتنعها وأن يزيلها. لماذا؟ لأنها كانت في بداية الأمر مجرد خاطرة، ولو حاربها من أول الأمر لزالت بسهولة. الغش أول حاجة تشرب، أي مجرد خاطرة تخطر على البال، وإبليس هو الذي يقدمه على الشاشة. ضمائرنا بمثابة الشاشة، شاشة كان صافية بلا شي حاجة، صافية، ولكن هبت عليها رياح ماذا؟ رياح الأبالسة، سواء الأبالسة بالإنس ولا الأبالسة بالجن، رياح تيار. الشاشة زوينة على الفطرة، كما قال الله عز وجل: فطرة الله
صورة
اشتدت عقوبتها، وكانت العقوبة مرتقبة. أما إن خرجت إلى الوجود فنعوذ بالله رب العالمين. هذا الخطر الأول، المفسدة الأولى من مفاسد الغش. المفسدة الثانية على ذات الشخص نفسه، المفسدة الثانية على ذات الشخص نفسه هو أنه سينتقل إلى الجهل المركب. سينتقل إلى ماذا؟ إلى الجهل المركب أو المكعب. مثل ما مكعب، علاش؟ لأنه سد على نفسه هو العلم، سد على نفسه هو العلم، ثم تعالم بالغش، سد على نفسه هو العلم، واش دابا؟ تعالم بالغش. بلا مسكين العلم ديالو على الرملة، ممكنش يزيد أبدا. هذا عندما يغش فليعلم بأنه سد على نفسه باب العلم، فسوف يظل جاهلا جهلا مركبا، وربما انتقل إلى الجهل المكعب الذي ليس له حد ولا حصر. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من إدراك العلوم، وما يدري الجهول أن فيها أمور حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم من غير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، ويتبعك الجهل حتى تصير أضل من دون الحكيم. هذا مسكين يتعلم غير وحده ويغش الناس. إذا المرض الثاني، الخطر الثاني، المفسدة الثانية هي سد باب العلم على الشخص باعتماده على من؟ على الغش. يريد أن يتعالم به على الناس. ثم المفسدة الثالثة دائما مع الإنسان فضيحة الله له. فضيحة الله له، فلا بد أن يفضحه الله. وفضيحة الله لا يسترها أحد. من فضحه الله لا يمكن أن يستر أبدا. لماذا؟ لأن الذي يسترك الله، وإذا فضحك الله فلن يسترك أحد. الشخص نفسه. وأكبر مفسدة الاضطراب الذي يقع فيه الغشاش، فهو مضطرب القلب، مضطرب العقل، مضطرب الضمير، لا ينوي على شيء طول حياته. والمفسدة الكبرى التي بعد هذا كله هو أن الوظيفة التي سيشتغل فيها بعد ذلك، وهو قد أخذ هذه الشهادة عن طريق الغش، سيكون مسترزقا بالحرام. وهذه خطأ، لأنها ستلازمه طول حياته، سيكون مسترزقا بالحرام. لماذا؟ لأنه قد ناله عن طريق الحرام. ولذلك أيها الأبناء الكرام، الأخوات الكرام، نلتقي من الآن إلى ماذا؟ إلى العلاج. إلى العلاج، ونبدأ بأسباب العلاج. مخاطر المجتمع ربما تحدث عنها الإخوة قبل أن نطول فيها. مخاطر المجتمع، أي مخاطر التي ستترتب على الغش في المجتمع كثيرة جدا. وتتصوروا أن هناك طبيبا قد حصل على شهادة الطب بالغش، هل نستطيع أن نسلم إليه جسدنا؟ شكون يقدر يسلم إليه جسد ديالنا؟ ونتصور أن هناك طيار أخذ الشهادة بتزوير الغش، شي واحد يدير في معاه الطائرة، ما تقدر معاه، يستطيع خطر غير طارئ، طائرة ترجع للأرض. وهكذا المخاطر كبيرة. إذا نعود إلى العلاج، العلاج الأول الذي ينبغي أن ننظر إليه هو أن العلم رزق، رزق الله. وهذا الرزق لا يمكن أن نصل إليه إلا بطاعة الله. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو معين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روحي
حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأشهدوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. ولا يحملنكم استطاع الرزق على أن تطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. الروح القدس لفت في روع النبي صلى الله عليه وسلم، في قلبه، في ضميره، في عقله، في روحه، أنه لن تموت نفسه تستكمل رزقها، رزقها المادي أو رزقها المعنوي. لأن العلم رزق، فتعلم بأنه رزق من أرزاق الله، وكل سيأخذ نصيبه من هذا الرزق بحسب تقدير الله عز وجل. وهذه قضية محسوبة أبدا، لا الغش يزيد فيها، ولا النصيحة والصدق ينقص منها أبدا، محسوبة بقدر الله عز وجل، محسوبة ومقدرة قبل أن يخلق الله الكون بخمسين ألف سنة. قبل ما تكون لا سماء ولا أرض ولا مخلوقات، قد كتب الله كل شيء في لوح محفوظ على أن فلان سينال من رزق العلم كذا وكذا، وأن فلان ستنال من رزق العلم كذا وكذا. فإن الغش لا يزيد في ذلك الرزق، وإن النصيحة والصدق لا تنقص من ذلك الرزق. إن روح القدس نفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجمعوا الجمال الذي في طلب العلم. نحن الآن ينبغي أن نزيل هذه التشوهات. تشوهات عندنا، امتحانات، تشوهات في منهجنا العلمي. لقد آل الأوان، وخصوصا هذه الشعبة المباركة، الشعبة سيدة الشعب التي تقول ولا تقال وتنير لغيرها، آل الأوان ترقى وتظهر جمال طلاب العلم لغيرها، جمالية. فلماذا لا نظهر الجمالية؟ فاشملوا في الطلب، سواء كان طلب رزق في أسواقنا، ينبغي أن نصوغ الطلب بالجمالية في الأسواق الكبرى والصغرى والدكاكين والبادية والحاضرة، وأن نصوغ هذه القاعات وهذه الامتحانات والطلب صياغة جمالية. إحنا أمة الجمال، فلماذا نشوه حياتنا؟ أمة الجمال التي يدعونا ربنا في القرآن إلى الجمال، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ليبلوكم أيكم أحسن أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه الحزنها واحد من الطاولة تخشب. أحسن 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 يا أبنائي الكرام، أحسن. ولا تستصغروا أنفسكم، لا تستغرزوا ولا تقول ماذا سنفعل ونحن قلة، لا، القلة هي المقصودة من الله. مش القلة هي المقصودة من الله، وما آمن معه لا قليل، وقال من عبادي الشرور، وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، قليل قليل، هذا القليل فيه البركة كلها. تعينون أن قليل، فقلت لها أين الكرام قليل، تعينون أن مسكين أنتم أقلال، ترى الكرام أقلال دائما، كانوا إذا عدوا قليل فأصبحوا الآن أقل من قليل، ولكن مع ذلك شو العبرة؟ واش بدون بالكيف؟ كيف؟ رجل ذو همة يحيي الله به أمة، رجل كأف وألف كأف، لا أف أف، شيء
سيعيذكم الله ويقويكم الله ويؤيدكم الله. قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموه باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلم الجهل. ولولا دفع او دفاع الله الناس هذه المدافعه انتم اهلوها، ولولا دفاع الله الناس لا فسدت الارض، ولكن الله ذو فضل كفر على تلك ايات الله القرانيه الحق. وانك هذه ايات الله ظاهره، وهذه ايات الله متلوه وايات الله مجلوه. اذا ماذا قلنا في العلاج الاول؟ رزق الله، فلنجمل رزق الله بجمالية الطلب حتى نظهر جمالية الإسلام في هذه الدراسة المباركة وفي رحاب هذه الكلية، لتكون قدوة وأسوة لغيرها حتى الكليات. لماذا؟ حين ننهض بقوة الإرادة والهمة فسوف يحقق الله على يدنا، ولا نستقل انفسنا، لا ابدا لا نستقل انفسنا. وفي التاريخ اعظم عبره، في التاريخ اعظم عبره، الحاضر والغابر. قد نرجع مثلا الى التاريخ الغابر فنجد رجلا واحدا احيا الله به امه، عبد الله بن ياسين احيا الله به امه، رجل واحد ربى مجموعه من الصالحين ففتح بهم قلوبا غلفا وعيون عمياء واذان صمة. ورسول الله القدوه الحسنه الذي اتخذ ثله قليله ففتح به العالم. فانتم كذلك عندما تحيون سنه الصدق وسنه الامان وتحاربون بدعه الغش ومفسدة الغش، سيلقي الله النور على قلوبكم وعلى أسماعكم وعلى أبصاركم وعلى أقلامكم. هذا القلم سوف يقوم بإذن الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك. هذا العلاج الأول. العلاج الثاني الاستحياء من الله ومراقبة الله. فإن الاستحياء من الله استحيا الله منه، الاستحياء من الله استحيا الله منه. ومن صفة الله أنه حي كريم، ولذلك جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين. سبحان الله، تستحي من الله يستحي منك الله، فيعلمك ما لم تكن تعلمه، ويكون فضل الله عليك عظيما. لذلك عندما يذهب الحياة مصيبة كبيرة جدا إذا أنت لم تخشى عاقبة البيان ولم تستحي بصلاة لا تشاء. فلا والله ما في العيش خير من الدنيا إذا ذهب الحياة. يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي السحاب. يبقى العود، شنو العود؟ العود اللي تيجمر الشجرة واللي تسقى له الشجرة. فإذا زال هذا الغطاء، اللحاء، إذا زال اللحاء زالت الشجرة. وهكذا إذا زال الحياة لا تبقى. كذلك من العلاج الدعاء.
كل يوم مستحبات على الوضوء، نصلي ركعتين، ثم بعد ذلك في أثناء السجود ينبغي أن يقول العبد وهو ساجد بين يدي الله: يا معلم آدم علمني، ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وإن قرأ ذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويقول: اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حقي بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد ذلك يخرج الإنسان، تخرج من بيتك أو تخرج من بيتك بذلك الدعاء: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جل عليه. ثم بسم الله، ثم عندما تمسكي بالقلم لا تتعجلي أو لا تتعجل حتى تقرأ السؤال بتأني، ثم تسأل الله عز وجل عن الهبة، والله يستجيب الدعاء وأنت في حالة اضطرار، وربنا وعد وعدا لا يخلف أنه يجيب مضطرا، لأن الإنسان انتحار تقوى قيمة الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعا. فادعوا الله وادعوا الله في ذلك الموقف، وامسك القلم بسم الله واعلمي بان ربي بيده الضمائر. وكم من طلبه اكرمه الله عز وجل بمعرفه الاجابه في ليله امتحانه، ليله امتحانه توضا وصلى ونام على ذكر الله، وفي المنام سيق وهو من يعلمه الإجابة على المواضع المطروحة، وفعلا ما أتى إلى القاعة وجد نفس الإجابة التي أكرمه الله تعالى بها في الليلة وهو نائم، وتلك كرامة من كرامات الله عز وجل يتفضل بها على من يشاء من عباده. ما نطولش يمكن فات الوقت، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا طيبا، وهذه المبادرة الطيبة مبادرة لها إن شاء الله ثمارها ونتائجها على هذه الكلية المباركة، على هذه الشعبة المباركة، وعلى الشعب الأخرى، حتى يكون الجميع إن شاء الله قد شفي من هذا المرض وقد انتقل إلى الجمالية، وانتقل إلى الصحة والعافية في الضمير والقلب. اللهم بارك لنا في طلبتي، بارك لنا في عقولي، بارك لنا في ضمائري، بارك لنا في سمعي، بارك لنا في بصري، وبارك لنا في أقدامي، وبارك لنا في علمهم، واجعلهم يا ربي قادة في الخير، قادة في العمل الصالح، وبارك اللهم في هذه الكلية وفي القائمين عليها، وأنزل عليها بركة من عندك، ورحمة من عندك، وفضل من عندك، وجود من عندك، واجعل كل من دخلها يدخلها برحمة، ويدخلها بتواضع، ويخرج منها عالما، ويخرج منها متنويا، ويخرج منها إن شاء الله مشرقا، إن ربنا سميع قريب.